اليوم تلقاها سوم، غدا بنتي تلقاها سوم اخي، والبلي بو ما يحطوا لكش البلاك. اللحم ما نسلولوش ما نقولولوش عليه، ما ناس قاعدين ناكلوا فيه. بصراحه ما عاد حد ما كمل عيد العيد. لا خلتينا على الدجاج، لا خلتينا على حوت، لا خلتينا على اللحم. هكاك. الغله اللي نحن بلاد بلاد غله هكا ولا لا؟ فهمتني؟ المدالينا في مجازان ب 7000 وغاديك 4000. شنو رايك في قفة الزوالي؟ شنو حوالها؟ ربي فرش. ربي يفرج، بالحق ربي يفرج. ياسر غالي، كل شيء ياسر غالي، يعجلها بركه وكهو، ربي يعاون بالبركه وكهو. عمل طلع على الاسعار. والله مشيت للزازار في ساعه واحد، اما نعرف الاسعار، نعرف الاسعار، خاطر نقضي غادي في حومتي غالي، كل شيء غالي، ما فما شيء رخيص. شنو اسعار اللحم والطماطم والبطاطا؟ شنو حوالهم الاسعار؟ ما قديش من عندي نهار ما خديتهاش مقطوعه. البطاطا هيك فما هكا وهكا المنبته والواحد، ربي قدر الخير. ما قضيتش انت؟ لا ما قضيتش، ربي قدر الخير والله. غالي عليك؟ غالي، ربي يعجلها بركه، هاني قلت لك ربي يعاون بالبركه وكهو، ربي معانا ان شاء الله. شنو احوال قفة الزوالي؟ حاله حليله، حاله، في اللي يقدر في اللي ما يقدرش، في الناس اللي يهزهم الزبله وياكل. بصراحه هذا وليت وقرايه وكراب 700 الفوق، وهذا عائله، لو فما عائله اللي على الصفر، فما عائلة اللي نزموا يقدروا بس يعيشوا. تونس تعتمت، مشيت في حي تونس أختي. عملت الله على الأسعار كي دخلت المرش؟ عملت نار تشعر، ما هاي المقبي كان الفرق النار تو عاتها بس يلبسوا الملبوس روبا فيك ما عاد نخلطوا له من 4000 ل 5000 اللي كانت القطعة بدينار ب 500. راهو ما عادش السواد يعيش في البلاد هذه، يقعد تحت الصفر. شنو حوال أسعار الطماطم والفلفل والبطاطا والدجاج واللحم؟ لا الدجاج طلع. قداش صومو؟ طلع ب 14 وب 13، طلع اللحم ما نسلولوش ما نقولولوش عليه، ما ناس قاعدين ياكلوا فيه. بصراحة ما عاد حد ما كمل عيد العيد. اللي ياكل فيه اللي الفوق الفوق الفوق، أما الزوالي يمكن يشموا شمال كي يتعدى، هذاك ما نقول لكم. الغلة ما عادش من أولويات المواطن. ما عادش. ما عادش سفيني عليها. انا قلت لك تونس عزير ولا ما فماش كون وقف لها رجال بالقدا، هذا كان نقول. ميمتي شنو باش طيب الليله؟ طيب وصلت، ما وصلت للدار مانيش عارفه شنو طيب. ما قضيت شاي انت كي دخلت؟ شاي ما قضيت، ما خمم باش نقضي، ما قضيتش اللي بصح عندي في الدار باش نحطو هكا. هو هذاك الشهاري ضعيفه الان تريتي انا، هذيك هي حكايه. أنت ريت تاع بابا وامي مخلط 180، هذيك هي اللي نعيشوا بها الحمد لله، تويرا شويه ملك كخايخه على حليل، هذاك ما نقول لك. وانا نلبس مروبا فيك وان شاء الله نخلطوا. شنو حوال قفة المواطن؟ هاي قفة المواطن انا قفة تحكي عليها عايش بنت، ادخل السوق واخرج، خمسه كعبات ياغورت شريتهم 5000 واش، ها هما قدامك 5000 واش، هاي بالتسكره بالتيكه، هذا مجازان مش عطار ولا حاجه، ومن قبيله ندور على باكو حليل ما فماش. اش قولك انت في المعيش؟ انا قفة تدخل لا تزيك 20 ولا 30 ولا 40 لا حتى شيء، راه ما تشريش لحم ودجاج. ها ناس عايشه بالكركاسه هاك، ريتهم عايشين بالكركاسه، عايشين بك حشاك وحشا قدرك وحشا وجه ولدي، اكلي عشيوه اللي تابوه للكلاب وللقطاطس، ناس عايشه بذاك. انا قفة تحكي عليه؟ انا قفة يا بنيتي، انا الطماطم هما توا الطماطم والبطاطا مش حاطين عليها البلاكه باش يحبوا يبيعوها على كيفهم. 3400 3000 واش، شنو هو النزاس؟ تصور انت لنزاس الغله اللي نحن بلاد بلاد غله هكا ولا لا؟ فهمتني؟ المدالينا في مجازان ب 7000 وغاديك 4000، ها؟ البطاطا والطماطم وما نعرف شنو، البصل ب 2400 بنيتي، يا اخي مش بلاد، مش بلاد انتاج، نحن بلادنا مش قاعده تنتج، قاعده تنتج بلادنا. فهمتني؟ عليه الغلي والكوي، هنا قفة نتاع زويلي اللي عطل زويلي غيره، ناس ماتت بالحق، ماتت بنتي بالحق، بالحق شيء من وراء الخير راهو، الغلي والكوي. هاني أنا دخلت مشيت غادي، مشيت منها جيت منها هاني مروح. ما شريت شيء بخلاف الياغورت؟ والله ورسمتي ها هاو، ها هاو كم كعبات الياغورت، ما شريت شيء. هاي تصور في بالك أنت، خمسة كعبات ياغورت ب 5000 واش. ها؟ ومن قبيلة ندور على باكو حليب والعطارة مليانة بالحليب ويبدا يحلف لك اللي هو ما عندوش. فهمتني؟ السكر هاو في التلفزيون سايبوه ما فماش، هاو ما نعرفش شنو، يكتبوا علينا برشا في الاخبار ويكتبوا علينا برشا في التلفزيون، يبداو قاعدين يحكيوا وياخذوا جرناطه ويعملوا الدوره ويكتبوا على التوانسه. ومسكين الزوالي
مسكين اللي عنده أربعة وخمسة وثلاثة أولاد وكري ومي وضو، مسكين بالحق مسكين أختي. أنا هاني وحدي تو، ولدي معرس وبوليداته ويخدم على روحه ومرته. أنا وحدي نقعد بيتك نجي الليل فهمتني، نلقى 13 14 12 صرفة شنو ما نعرفش. إيما جينا أنت تو، قفت تسوي لي شني؟ مش طيبة عشية ليلة اليوم؟ يا خيتي عاد نشري انا نرضى نشري كسكروت ولا من الشارع يجيني ارخص. اه بلاد ناس شبيبه موته هنا موت حي ميت حي هنا نحن عرفت موته موت نتنفسوا برك هكا بالحق راهو بالحق حطونا مش العصاف العجله برك للناس الكل مش لي هو برك فهمتني هما ما يهمهمش الوزراء والشخصيات وما نعرفش شكون هما ما يهمهمش كل شيء يجيهم في المعنى بتاع الكهرباء فهمتني هذه ديما نقولها انا ما يهمهمش لا يعرف قد ايه كيلو طماطم لا يعرف قد ايه كيلو بطاطا فهمتني نحن اللي كل يوم في السوق والراء فهمتني اليوم تلقاها سوم غدوه بنتي تلقاها سوم اخي والبليبو ما يحطولكش البلاك فهمتني انا المره لا علينا الحسين واش باش نقول لك هذيك قفت الزوين والله العظيم والله العظيم والله العظيم فما ناس تقضي ما نقولكش ليرا فما ناس تشري وتقضي فهمتني والمزمر مسكين اللي عنده شهريه يموت فيها يحيا فيها كري وماء وذو ما يوصلش بنت من باب المستحيل باش يوصل لك يشري لك كما يحب هو يتعدى على الحوت يتفرج فيها ويمشي يتعدى على الغله يتفرج فيها ويمشي فهمتني هذيك هي فهمتني ويروح الدار فهمتني فما برشا عباد يقولوا انه المواطن التونسي بيبالغ ديما يشكي ويبكي انا بالغ شنو البالغ دي شيء ظاهر قدامنا قدام عينينا شنو بالغ امشي صور انت انا ساعه صور السوق فهمتني تروح قولها تفرج السوم قد ايه شنو الطماطم طماطم 3400 بلاد طماطم وبلاد بطاطا وبلاد فلفل وبلاد بصل وبلاد كل شيء نمشي كل شيء والغله نحن المدلينه والبرقدين القوارص كل عنا عنا المنتوجات نتاعهم فاش قام الغلي والكوي شنو احوال قفت الزوال احوال ناكلوه من اللحم من هرخ خلي ياكلو هما لا خلتينا على الدجاج لا خلتينا على حوت لا خلتينا على اللحم هكاك عمل طلع على الاسعار نتاع الطماطم والفلفل والبطاطا والدجاج خلي على الطماطم ب 3500 ها آه مخذيها والله لا خذيتها خاصه بليش سلطه مش نعملها بلا طماطم خذيت كان الخاصه كهو كهو خاصه من بالله كان خاص الغله شنو اسعارها ها هو قدامك بنيتي لنزاص ب 5000 وب 6000 المدنينه هاك تشوف 4500 ياسر علينا عليه زويلي موش مش قاعدين ناكلوا بالقدا خلي ياكلوا هما ما يسالش اش باش الطيب باش تعمل سلطه الليله والله مش نقص سلطه وعندي شويه بيت في الدار مروحه من الخدمه بنيتي تعبه كهو السلع الكل متوفره في السوق الحليب السكر الزيت اه وين الزيت ناخذوا فيه بالسرقه تقولي لنا بالسرقه باكو حليب بالنهار نهار في الجمعه يجي بالسبت اللي يمشي بكري ياخو باقا حليب بالياغورت واللي ما وصلش هما هكا هو بنيتي اش نقول لك الزيت الزيت هذاك والله لا ثم 35 نشرو فيه وب 37 يا رسول الله يس قداش يلزمك تهز معاك فلوس باش تقضي قضيه كامله قداش كي يبدا عندي نهز نقضي قضيه باهي ما عنديش ما قد جبت معك مصروف تاو؟ اه قد جبت معك فلوس تاو؟ تاو ورث بنتي ها 10000 فرنك تاو قد ايش بقاو لك منهم؟ ها 3000 فرنك ها يعني ما شريت شيء قسما بالله